سبورت، انترفيو مع اهم الشخصيات الرياضيه كل نهار سبت على الحياه فم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 93 او على 3w.الحياه.فم. برنامج في بي سبور، برنامج اسبوعي يجيكم كل نهار سبت في نفس الموعد ونفس التوقيت. نستضيف فيه كالعادة شخصيات رياضية في مختلف الاختصاصات، ألعاب فردية أو جماعية. اليوم اخترنا لعبة التشوكبول، لعبة جديدة في تونس وتعرفت بسرعة، وتم تأسيس جمعية التشوكبول بالقيروان. أكثر تفاصيل إن شاء الله باش نشوفوها تبان في الحصة. قبل ما ندخل في الحيثيات الكل باش نكتشفوا اللعبة الجديدة مع ضيوفي اليوم، لكن قبل هذا نمشوا الفاصل غنائي ثم نرجعوا للبلاتو. انترفيو مع أهم الشخصيات الرياضية كل نهار سبت على الحياة فم. رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام، يلتحقوا بينا الآن على 93 او على www.الحياة.فم، برنامج في بي سبور. اليوم مش نكتشفوا لعبة جديدة، رياضة التشوك بول اللي تم تأسيس جمعية بولاية القيروان. تو نحكيو اكثر تفاصيل مع ضيوفي في الحصة. في البداية باش نرحب بسي محمد مني. مرحبا بك سي محمد. وبيك بارك الله فيك. في البداية نحب نوجه تحية شكر لإذاعة الحياة اف ام اللي استضافتنا يعني مرة اخرى، وبارك الله فيكم. محمد ماني استاذ اول فوق رتبة في الرياضة اختصاص الكرة الطائرة. اكيد رحبوا بضيفتنا مدام بسمة شريتي، مرحبا بك. عسلامة ومرحبا بك وبارك الله فيكم على الاستضافة. بسمة شريتي نجار، استاذ تربية بدنية اختصاص جيدو. مرحبا بكم مرة اخرى. باش نبدا بضيفي على اليمين محمد ماني، اكيد اختصاص كرة الطائرة. محمد خلينا نحكيو على رياضة التشوك بول، شتان بين اختصاصك الكرة الطائرة وكذلك على ما يبدو زاد عندك اختصاص ثانوي أصبح رياضة التشوك بول. هو مش ما نقولوش شتان لأنهم همش بعيد على بعض. هاي. تقريبا يعني اللي كنشوف اللي أسس رياضة التشوك بول اللي انسبيري معناتها خذا القوانين نتاع كرة الطائرة وكرة السلة وكرة الهوند، جمعهم الكل حطهم في رياضة التشوك بول اللي هي رياضة الحق مزيانه وتجمع الناس كل. كان نشوف مدام بسمه جودو وانا فولي وعنا زملاء اخرين كره يد كره لمينا في الرياضه هذه اللي هي رياضه التشوك بول. رياضه جميله برشا، مش ما نقولش ممتازه سيدي خويا يقول يفخر فيها، لاست بحق رياضه جميله برشا وتو نكشفوها بالسياسه كيفاش محلاها باش ندخلوا فيها في التفاصيل. مدام بسمه تشجع العباد على ممارسه رياضه التشوك بول؟ اكيد اكيد هي رياضه نحن نحبوا الناس كل تستفيد ونستقطبوا جميع الاعمار زيادة. نجم تلعب خاطر ما فيهاش حتى احتكاك، رياضه التشوك بول معناتها ما فيهاش تصادم. قبل ما ندخلوا اكثر في التفاصيل مدام محمد، وقتاش تاسست رياضه التشوك بول هذه؟ هي رياضه قديمه، نقول قديمه جديده، رياضه قديمه تاسست تقريبا في الستينات عن طريق عالم الاحياء السويدي هيرمان تواردنت. هذايا هو كيف اسسها، على اي اساس نقول احنا اسسها؟ لانه تكتشف انه برشا فما برشا اصابات بالنسبه للرياضيين، فما شكون يقص يعمل ريبتور ما عادش يرجع للرياضه. هو قال علاش هات نخترع رياضه اللي تنجم حتى انسان مصاب وخايف عنده اصابه خايف منه لا يعمل رياضه يقعد ديما ما يبطلش كاريره. افكتيفمون بدات كيكه بالسياسه في الستينات بدات معاه هو، وبالنسبه للوطن العربي دخلت تقريبا في اول الالفينات، بدات في الخليج وبدات في المغرب. نحن بالنسبه لتونس سنه 2017 رسميا دخلت لتونس، نستناو انه يكون عندنا فيدراسيون ان شاء الله. وبالنسبه للقيروان من 2018 انطلقنا في المشاركات وفي الدورات، معناتها اسسنا النادي نتاعنا يعني سنه 2020 هبط بالرايد الرسمي. فهمت مدام، بس هل الناس اللي تحب تشارك في رياضه التشوك بول هل انه فما قانون واضح لانه الاعمار كلها تنجم تشارك؟ الاعمار الكل تنجم تشارك، احنا ديجا معناتها هذه تتسمى الاوبن مفتوح، معناتها الاعمار الكل تنجم تشارك فيه. يعني ذكور واناث؟ ذكور واناث. هل انه ذكور وحدهم اناث وحدهم؟ ليه 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 مختلطه لعبه، وتنجم تعمل زادة اناث وحده وذكور وحده وتنجم تعمل مختلطه. محمد وين ينجموا يلعبوا؟ العباد تحب تسال. الحاجه الباهيه في اللعبه هذه ماهيش محدده بمكان. يعني الاطار نتاعها نجم يكون في البحر على الشط، نجم يكون في الملعب معشب، كما تنجم يكون داخل القاعه. يعني ليسونسي تكون عندك جروب وتحب تلعب دو كاش تشوك بول مع
معناتها موجودين تعمل زون كيما تاع الهوند وتنطلق تلعب على روحك. ماهيش مرتبطه يعني بمكان محدد ومعين. لا. قداش من واحد في الملعب يكون؟ في الملعب 7 أشخاص معناتها، وعلى الشط في البحر 5 أشخاص. 5 أشخاص. وشنو الفرق علاش يقولك في الشط ينجم يلعب ولا في الملعب؟ أكيد حتى في القاعة أكيد شفنا اليوم ينجموا يمارسوا. هي سامحني تنجم كل دورة عندها نظام نتاعها. تنجم أنت معناتها تحدد على حسب النظام الدولي معناتها ما نخرجوش على ونحن مع بعضنا الفرق الكل نتفقوا على نظام الدورة هذيك. ومحمد يقول قايل علاش قلنا هي تتلعب 7 على 7 لكن فما في بعض القاعات يلعبوا 5 5. كما قلت لك مدام بسمه القانون بالنسبه لنظام الدوله نجم نتحكموا في القانون، لكن القانون الدولي واضح ان في القاعه 7 ضد 7. وفي الشاطئ بطبيعه لانه كنت ما تعرف اللعبه في الشاطئ اصعب من داخل القاعه لانه فما لي زابوي معناتها الساقين واحد في الرمل اللي ما يخليكش تلعب كدا. دونك التيران يكون صغير اصغر ديمونسيون تاع التيران اصغر، هذاك علاش نقصوا من اللاعبين فيكونوا 5 ضد 5 والاحتياط يكونوا 2. في الاخرى العكس 7 يلعبوا والاحتياط 5. والتيران لانه عندكم قانون واضح يعني الطول والعرض الناس الكل تمشي به حتى طبعا طبعا بالنسبه للقانون داخل القاعه 40 ل 20. وبالنسبه للشاطئ هو متغير حسب الدوره تقريبا، احنا نلعبوا تقريبا غالبين تو في 20 على 15 20 على 15. مدام بسمه اكيد انه الرياضه هذه كانت في الخارج تعرفت اكثر، اكيد انه اللي يعرفكم بالرياضه هذه يعني اكيد باش يكون يعني من تونس يعيش برا. انتم عجبتكم الرياضه هذه الان تشكول نتاع القروان وقتاش تاسس الجمعيه دي وقتاش تاسست؟ لانه فما جمعيه يعني اخرى تاسست وهي اللي خلت الجمعيات هذوما ينخرطوا وراها. اي بالطبيعه ثم تشكبول تونسي اول فريق تاسس معناتها وشارك زاد دورات دوليه وانطلقنا بالتعريف باللعبه واستهواتنا اللعبه وبرشا مدن معناتها عملت فرق معناتها ثم حتى زوز فرق في نفس الجهه معناتها وقاعدين نقدموا ان شاء الله وقاعدين نكثروا في الدورات الوديه والدورات الدوليه والكل باش ان شاء الله الهدف نتاعنا هو انشاء جامعه تشوكبول بتونس. بما انك انت رئيسه جمعيه تشوكبول القيروان اكيد باش لعبت حتى تعرف نورمالمون عندكم ستاتي كامل رئيس جمعيه نائب رئيس امين ميل انتم اكيد اموركم منظمه يعني هبط فرق الرسم صحيح. شكون اللي معك في الاعضاء؟ بسمه شريتي رئيسه الجمعيه. سلوى مفتاح هي نائب رئيس جمعيه. سي مراد بن سعيد هو الكاتب العام. وسي محمد ماني الامين المائل. والاعضاء بالطبيعه الكل هم بريسك زملاء معنا. قداش عندها تو ملي تاسست الجمعيه؟ احنا ما كما قال سي محمد من 2018 بدينا نشاركوا في جميع الدورات اللي صارت اغلب الدورات اللي صارت شاركنا فيها واسسنا وهبطت في الرايد الرسمي في 2020 يعني في التظاهرات محمد اللي حتى شاركته قبل تاخذوا التاشيره وتهبط في الرايد الرسمي حاجه باهيه باش تقعدوا تواكبوا. هل انه التظاهرات هذه اول تظاهره وين واكبتوها؟ هل انه انتم قمتوا بالدوره مع ناس استقبلتوا في القرون اللي مشيت وشاركتوا لبرا؟ اول ما بدينا شاركنا طبعا يعني في سلوم في بوفيشه كانت أول دورة ذيك تقريبا الناس كل تفاجئوا بين خلينا نقولها بالحق معناتها تقريبا 16 ايكيب 17 فريق شاركنا وتشوكبول القيروان الوحيد اللي شارك بزوز فرق وتحصلنا على المركز الثالث والخامس يعني تقريبا مشينا يعني أول مرة نشاركوا أول مرة نلعبوا نفاجئنا الناس كل عندنا ماتريال عندنا فريستركتور ودنا نلعبوا لكن مع ذلك الناس كل تفاجئت باللعب نتاعنا معناتها لقاو ناس معناتها حاضر يعني هي قلت لك اللعبة انك ماخذ القوانين من الالعاب الكل، كيف انك تكون لاعب قبل تعرف المانيبيلاسيون دو لاباس، كيفاش تحرك كوره، كيفاش تعطي باس، سي تنجم تتاقلم في سما. فهذيك حاجه كانت التتويج هذاك نتاع المرتبه الثالثه والخامسه بالحق زاد شجعنا ولينا كبشنا، سيرتو احنا كنا تقريبا اساتذه اللي مشينا نهارتها كنا زملاء اساتذه تربيه بدنيه ومعنا صغار تاع 12 سنه 15 سنه مشاو باش يتفرجوا، بز ولده باش يتفرج معاه. تلف تلقى ولده اونجاجي داخله معنا في اللعبه وبالعكس معناتها
ولا من لي بيلي قال معناتها من الركائز نتاع الفريق يعني تغرموا باللعبه تغرموا ولا منا هي انطلقنا هذيك كانت اول دوره من بعد مشينا دوره المقنين في المهديه كيف كيف في المركز الثالث قعدنا ديما كنا نمشيو تخليوا البصمه نتاعنا فهذه حاجه اللي خلتنا ديما نتشجعوا معناتها حتى الانسان يحب يرجع لتيلي كيبقى روحه قاعد يعمل في يقدر وليقعد هذيك الحاجه الباهيه باهي محمد باش نمشيو الفاصل غنيه قبل ما نرجعوا للجزء الثاني والاخير باش نحكيو فيه على لمحه التظاهرات على الدورات اللي باش تقوموا بها انتم ان شاء الله الغدوه او التظاهره او ثاني تظاهره تو انت تقول لنا الثانيه او ثالثه او اول تظاهره اللي شفنا حتى في التظاهرات السابقه خاصه الوديه نجحت باش نشوفوا الدوره اللي بصراحه باش تكون غدوه في دار الشباب بالقيروان ان شاء الله باش نشوفوا اكثر تفاصيل على التنظيم وشكون اللي باش يشارك والفرق باش تشارك لكن قبل هذا نمشيو الفصل الغنائي ثم نرجعوا للبلاط انترفيو مع اهم الشخصيات الرياضيه كل نهار سبت على الحياه فم. رجعنا لكم من جديد في الجزء الاخير اللي تابعوا فينا حاليا على 93 راديو الحياه فم للصحه او على 3w.الحياه.فم. أكيد كنتوا تستمعوا في الجزء الأول حكينا على التشوك بول حكينا على الرياضة هذه كيفاش المشاركات والتظاهرات وكيفاش تتلعب وكما حكي محمد على أول مشاركة والحصول على المركز الثالث حكينا على تأسيس الجمعية مع رئيسة الجمعية مدام بسمة الشريتي. سي محمد أكيد الرياضة هذه كل رياضة فيها قواعد وفيها قوانين أنا نحب ندخل لرياضة التشوك بول شفت التصاور عجبتني شفت الفيديوهات هل انه فيها قوانين واضحه؟ اولا مرحبا بك بطبيعة الرياضه هذه بالنسبه للقوانين كما اي رياضه يعني كما اي نشاط رياضي ما تنجم تمارسه الا ما يكون عندك قانون يضبط الممارسه هذه. بالنسبه كما قلت لك بكري كان رميت لك لمحه قلت لك هذه الرياضه هذه تشمل جميع الرياضات رياضات خاصه كره اليد السله والكره الطايره. هي تعتمد على قانون احنا كما نقول قاعده مدام بسمه قاعده الثلاث يعني عندنا ثلاث ما عندك الحق كان في ثلاث تمريرات ما اكثرش عندك ثلاث ثواني تشد فيها الكره وعندك ثلاث لا اله الا محمد رسول ثلاث خطوات ما كانش تولي تحتسب مشي بالكره كما الهوند والباسكيت. بالنسبه للقانون الاخر عندك مثلا على دوكاش هذه ممكن حاجه تميز اللعبه هذه انك تنجم تسجل في التشوك تشوك احنا على فكره كلمه تشوك يعني الكادر اللي نلعبوا عليه الهدف اللي نسجلوا فيه نسميه تشوك تسمى تشوك بول هي من ذاك جاي التسميه. عندك الحق تسجل في منا وتسجل منا يعني الفريق انا كفريق باش نقسم نفسي على مجموعتين مجموعه في الشون هذا يعني مجموعه في الميدان هذا ومجموعه في نصف الميدان الثاني فنجم نمركي منا كما نجم نسجل في الاخر في نفس الوقت القانون نتاعها وقتاش نسجلوا نقطة مثلا نعتبر يعني كيما أي لعبة باش تعتبر فايز يلزمك تماركي يلزمك تسجل وما تقبلش فكيفاش نسجل؟ نسجل يلزم المهاجم يلزم المهاجم يضرب الكرة في الترامبولين اللي موجودة في الشبكة اللي موجودة في التشوك بول لازم تضرب في وسط الشبكة وترجع في وسط الميدان ما تطيحش في الزون كيما الهون ديما متشابكه كيما الهون ما لازمش تطيح في الزون اللي موجوده فما منطقه محرمه منا ومنا ما لازمش تطيح في المنطقه المحرمه او خارج الملعب اذا كان تطيح في الملعب تعتبر نقطه ويهز يده الحكم يقول لك نقطه كيما هكا يقول لك نقطه هذيك يعني نقطه ليك وتنجم ميزه تاع اللعبه هذه تنجم انت تطلع باش تشوت وتمركي نقطه ضدك تحتسب للفريق الاخر كيما الفولي يعني انا بالعربي من الاخر نحكيو بالدارجه باش نمركي يا لي لي علي. سي محمد اكيد باش العباد تعرف الاكثر توضيح باش نربحوا زاده حتى نحن الوقت فما زون اكيد نفرض انا دخلت نلعب جديد ضربت الكره في الكادر هبطت في الزون هل انا النقطه اللي كنت تمشي؟ نقطه تمشي الفريق المنافس ضدك والحكم يهز يده على جنب يقول لك نقطه ضدك. ساقي تعفس على الزون كيما الهوند زون يعني مش نقطة ترجع ما هذيك خطا باهي انت مش تطلع تشوت انا اعترضت لك ممنوع بالنسبة للنقطة هذه هذاك البكري اشارت مدام بس ما قالت لك اللعبة هذه هو اخترعوها باش خلي انه باش ما يكونش فيها كونتاكت دونك لهنا ما عندكش الحق
تقطع الكرة، مش تقصك، مش انك تقلق المنافس ولا تفوق، ما باش تقص. انا باش مثلا باش نمرر المدام بسمة، انت ما عندكش الحق حتى تتعدى قدام. مهمتك في الدفاع، وقت اللي انا نطلع نشوط كرة مرتدة راجعة، انت تشد، اذا شديتها تكمل تلعب، ما شديتهاش وطاحت تحتسب نقطة لنا نحن. مدام بسمة، باش تبداو تلعبوا انتوما ثلاثة تشوك بول الكرة، هل انه من السنتر تتلعب؟ مين تتلعب؟ باش تمرك عليك انت تسجل نقطة، مين باش تلعب؟ ديما معناتها باش نبداو نلعبوا من ورا تشوك، الكرة من ورا تشوك، ويلزم تتعدى نصف الميدان باش تنجم ترجع لنفس الشطر الميدان الاخر تماركي فيه، سينو تكمل معناتها التشوك الاخر. انا سؤال كفريق، الفريق الاخر نعرفوا الجهه المغادي ضعيف برشا، نحب نلعب كل الكرات على الجهه هذيك، نقعد مركز على الجهه هذيك اربع مرات خمس مرات، لو تحتسب او قانونيا؟ لا قانونيا ما اكثرش من اربع مرات تضرب على نفس التشوك، بعد اربع مرات يلزم تبدل. بدل، واذا كان ما بدلش قعدت نلعب على الجهه اليمين يزفر فوت، ترجع للفريق الاخر. الحكم يزفر خطا ويلعب ياخذ الفريق الاخر. هل انه الرياضه ذي عندها زي معين يلبسوه لي جونبي؟ معناها عندكم حاجه لازم الرياضه كيما كره القدم يلبسوا معناها زي باش يحميوا رواحهم؟ ما عرفش رياضه الشوكبول انتم عندكم زياده في القوانين نتاعكم معناها تفرضوا حاجه كي تلعبوا؟ هو زي رياضي عادي، الكوره هي كوره كيما كره الهوند، ولل معناتها الاحتياط خاطر فيها شويه جليساج والكل كيما الهوند وكيما البولي، يلزمك لي جونيير ولي كوديير معناتها باش تحمي. فوالا لازم لازم اي تكون انتم قاعدين تشاركوا توا، مشكم منضوين تحت الجامعه التونسيه للتشوكبول تبعين سبور بورتوس. باهي مبدئيا، هل انه فما مؤشرات خلينا نقولوا في المستقبل القريب باش تتاسس هالجامعه هذيا؟ بالنسبه للمؤشرات قاعدين معناتها نسعاو تقريبا رؤساء جمعيات والكتاب العامين كل تقريبا مجندين للشيء هذا، حتى فما برشا لقاءات. اول ما بدينا دورة الصداقة الاولى اللي صارت في القروان، هذيك اول وحده جمعت الناس باش حكينا في الموضوع هذا، منه يعني الفكره خلينا نقولوا تبلورت وبدات تقوى معناتها بالحق. كي نقولوا مدينه القيروان راهو في برشا حوايج تعجبنا في الرياض، برشا حوايج تنطلق كما القروان ان شاء الله باذن الله بقدره الله. الجامعه التونسيه كي باش تتعمل باش يكون بالنسبه للشوكبول القيروان يكون عنده فضل كبير في الشيء هذا. باهي مدام بسمة، حكينا توا على غدوة، غدوة عندكم ابارامون تظاهره قروان، اعطينا لمحه تظاهره، شكون الفرق المشاركه؟ ان شاء الله غدوه مش تكون هي الدوره الثانيه في القروان، عندنا اربعه فرق معناتها خمسه فرق مستضيفينهم، هي سبورتينغ مكنين وتشوكبول الحمامات، تشوكبول بوفيشة، وتشوكبول تونس، وتشوكبول توزا وتشوكبول القيروان. قروان مش تصير في المركب الرياضي بحمد العواني ان شاء الله. في المركب الوقت وقته ابتداء من التسعة. الفرق هذوما تحت شعار شنو العنوان نتاع الدورة؟ دورة الصديق. دورة الصديق، وهذه الحاجة الباهية أنه تجمع الناس كل مع بعض. أكيد أنتم شاركتوا في برشا تظاهرات، مشيتوا البوفيشة، مشيتوا المكنين، نفس الفرق اللي مشيت تشارك معاك باش تجيكم القروان. أكيد أنه حاجة باهية تبداو أنتم تنسقوا وتنظموا في دورات لأن الجامعة يتم تأسيسها. نفرضوا محمد ما فهمش جامعة، هل أنه فما حلول أخرى حتى تنضوي تحت رياضة وشغل رياضة للجميع، تنجموا تشاركوا البر؟ هل يستدعوكم زاد فرق البر تجوا تشاركوا؟ بالنسبة لي طبعا احنا منضمين تحت الاتحاد، عملنا اتحاد اتحاد تاع تشوكبول هذا معناتها الاتحاد اللي هو منضوي بيدو تحت رياضة للجميع، جامعة الرياضة للجميع هي متبنية الاتحاد هذا هو اللي يسير فينا معناتها بالنسبة للتظاهرات، بالنسبة للدورات ديما نرجعوا نكونوا مع بعضنا، وإن شاء الله بالنسبة للدورات للبرا للدعايات وكل طبعا احنا كل أي فريق باش يعمل دورة يرجع بالنظر للرياضة الجميع، وعلى طريقة هي يتم استدعاء الفرق الأخرى يعني ما ينكر. مدام بس هل أنه كي مشيت تشاركوا فما إجازات؟ هل أن أمور معناها خلينا نقولوا قريب للأمور القانونية حتى باش تبدا أمور منظمة؟
اللي مازلنا في الاجازات ان شاء الله. نحن هذيك علاش نحبوا نكثروا من الدورات ونكثروا وان شاء الله مش نبعثوا زاد جمعيات اخرى ان شاء الله في باش معناتها ندخلوا وندرجوا في الجامعه وان شاء الله وتولي بالاجازات معناتها. محمد بكري قلت انت فما الاوبن وفما الاليت. يعني فما الاعمار صغار يعني تنجموا تخرجوا كي تشاركوا بها، فما الاعمار المفتوحه حتى في الخمسين نجم يشارك، اكثر من الخمسين نجم يشارك. يعطيك الصحه. هي كما اشرت لك مدام بسمه الكلمه قالتها بكري، قالت لك جميع الاعمار، لكن في نفس الوقت عندنا لي كاتيجوري الفئات العمريه. نحن قانون الدوره هو اللي حدد، يعني انا مش نعمل دوره كما هكا دوره الصداقه مانيش مطالب باش نعمل لي كاتيجوري للفئات العمريه الكل، فانا اقتصروا على السنيور ونحن اللي هي لوبن، يعني هي دوره ما مفتوحه اوبن، اللي يحب يجيب صغير معاه يجيب معناتها ما مش مشكل، لكن الاكثريه باش تشوف الاكثريه تقريبا الناس المغرومه هي اللي تجيك للدوره هذه، الناس اللي بالحق تلقاها تحب تاسس وتحب تقدم القدام. فان شاء الله كما قلت لك على القروان باش يكون عندها ان شاء الله باذن الله معناتها وزن في الرياضه هذه مستقبلا. مدام بسمة على المستوى القانون، هل انه اللي يشارك في الاوبن نجم يشارك في الاليت ولا لا؟ لا اذا كان حددنا معناتها النظام نظام. اي اذا كان مش تعمل فيها المون 15 مون 12 مون 18 والاليت والاوبن، انت تحدد معناتها اللي مش يلعب في الفريق هذاك بالليسته معناتها بالاحتياط والكل هذوكم يقعدوا باسم المون 15 باسم مون 12 باسم مون 18، وبالنسبه للاوبن تنجم تشارك فيها الاعمار الكل زاده، ونحدوا الدوره هذيك الاوبن من قديش العمر معناتها بالاتفاق مع الجمعيات المشاركه الكل. غدو محمد باش تشاركوا بالاوبن والاليت ولا يعني حددتوا اوبن؟ حددنا اوبن اوبن جميع الفرق مش تشارك بالاوبن كهو. يعني نجم انا غدو كي يجي يشارك تلقى واحد عمره 17 سنه ينجم يلعب مع اللي عمره 40 عادي عادي، هي على ذكر مش محد على ذكر على ذكر على ذكر الملاحظه هذه، كنا شاركنا في دوره صحراء بيتش دوره دوليه وكان معنا فريق تشيك وقت اللي جاو تقريبا معاهم واحد عمره 7 سنين، كي نقول لك دوخنا خلينا نقول الحقيقه معناتها 7 سنين ودوخنا لا ينقز لا حد شيء التكنيك تاك تاك يلعب ما شاء الله عليه معناتها لهنا. علاش قلت لك الكلمه هذيا؟ دونك تلقى في الفريق تنجم تلقى 7 سنين حتى ل 50 سنه يلعبوا مع بعضهم في نفس الفريق، لانه ما فماش احتكاك ما فماش اكل الاعتراض انك باش تدزه باش تعمل له بلوكاج واحد معناتها بلوكاج باش ما يتعدلش. هو فما بعض الفرق اللي تستغل تو كيما نشوفوا تشوك بول بكري حسمه تفسر لي حتى لاعب كره اليد نجم يشارك في كره طايره، ينجموا هما يجيبوا لاعبين كره يد وتلقاهم يشاركوا مع فرق اخرين اللي هما عجبتهم الرياضه وشاركوا فيها، فما فرق هذاك علاش لازم نحط الاوبن ولا ما يمنعش احنا ما يمنعش هذاك. شنو الهدف نتاعنا؟ هل الهدف نتاعنا باش نفوزوا ولا الهدف نتاعنا نشر اللعب؟ هي نشر اللعبه في الحديث، بما انه الهدف نتاعنا في الوقت الحالي نشر اللعبه، انت كي تجي تشارك مرحبا بك. هزيت كاس تفضل، حتى قبل ما نلعب وتحب تاخذ كاس هزه، لانه احنا الهدف نتاعنا راهو نشر اللعبه ماهوش التتويج، التتويج ناكد لك باش يجي. واكيد مادام بسمه فما فوائد كبيره برشا عباد ممكن ينساوها، اللي تلقاه واحد عمره في 55 60 يشارك للرياضه هذه، كيما رجعنا مادام تاسست جات من الغرب على اساس واحد مريض مشى للطبيب ونصحه بالرياضه هذيا، اكيد حتى هي عندها فايده كبيره على صحه الانسان. اكيد اكيد. شنو تنصحوه انتم؟ احنا ننصحوه باش ينشط سواء في التشوكبول سواء في المارش سواء، وهي تشجع بالك التجمع مع بعضنا، فيها تكنيك راهي فيها فرجويه راهي فيها خدمه تكنيك وتكتيك معناتها مش سهله معناتها مش زاد نقولوا معناتها فيها تكتيك لكن ما ثمش احتكاك. هذيك الحاجه اللعبه مزيانه هي فيها تغيير لي تشوك تغيير الباسيت فهمت فيها خدمه. هو اكيد محمد الحسمه شفت انه تخدم الساقين برشا واليدين والمخ يخدم برشا. بيان سور. يعطيك الصحه لهنا بالنسبه لي اشرت نقطه ممتازه. اللعبه هذه علاش هي انه الناس الكل ينجموا يشاركوا من فئه العمريه الكل لانها ما تعتمدش على الكوتي فيزيكا حتى على الكوليكتيف كونيتيف. معناتها الانسان كي بدا يلعب الشون فيزيوال نتاعو لازم يكون كبير، يعني لازم يلا يشوف نصف الفريق نتاعو اللي منه ونصف الفريق الاخر في نفس الوقت من غادي، يعني تعتمد على الذكاء على الذكاء برشا برشا.
اكيد انتم عندكم مختلف الاعمار تبارك الله عليه سي مراد بن سعيد يعني في فورمه كبيره وقاعد كل مره كل مقابله يبهرنا سهيل زاده برشا لاعبيه بالحق عندهم دور كبير في فما في التظاهره اللي شاركتوا فيها وكل تظاهره برا ما توصلوا فينال اي الحمد لله وشنو هي الميزه هذيك خاصه انكم الروح نتاع المجموعه وكل لحمه هذيك خاصه اول تظاهره في القرون اللي نجحت برشا تنظيمين لو تحكينا الكواليس والتنظيم كيفاش اللي برشا عباد كيجيو يتفرجوا سهله يقول لك لكن انتم حكيونا على الحاجات اللي تعرضتوا لصعوبات اللي دبرتوا سبونسور برشا عباد ما تعرفش الحاجات اي صحيح نحن كجمعيه مبتدئه معناتها ما عندناش مدخول معناتها قار ولا عندنا معناتها فهمت بما انها زاد الجامعه ما تنجمش تمدك لا بالماتريال بالماديات معناتها قاعدين الحقيقه نحن زملاء في بعضنا عاملين كل كوليكت وحاولنا وقتها في الدوره هذيك عاونونا برشا الحقيقه نجم نذكر لسامي عقبه معناتها عاونونا ابن خلدون يعني بعض اللي عاونوكم وبالنسبه لكم انتم اكيد رئيسه الجمعيه فما الاعضاء اللي معاكم هل ان لقيتوا دعم مادي او خلينا نقولوا معني من السلطه اللي موجوده توا انتم ما نحبش انا نجبد الاسامي اللي خاطر شفت بعيني انتم تجدوا اللي يعاونوكم حتى من المندوبيه حتى المندوبيه نحن الشباب والرياضه هي تدعم فينا وتحت اشرافها هي سواء كانت القاعه المغطاه او المركب الرياضي والحقيقه ما لقيناش حتى اشكاليه بالعكس عاونونا وساعدونا في كل الامور الروتينيه الحقيقة والحمد لله وإن شاء الله يقعدوا ديما هكا يعاونونا تقعد الماديات شوية كما تعرف هي تشوك غالي شوية عنا نحن بمدخولنا الخاص عملنا تشوك والحمد لله والتظاهرة متاع غدوة كيفاش أكيد راهو فيها على ما يبدو الستة فرق أكيد زادت مش من فراغ أكيد فيها برشا حاجات مش تكون منظمة أكيد اكيد فلوس. الملعب مش يكون مقسم مش نلعبوا دو بول معناتها ومن بعد كاش الفينال لانه ما عرفش عندكم انتم في يعني مش تبدا تسعة وقت مش توفى لانه فما بوز كافيه فما حاجه فما معناها في المسابقه فما في الاخر تتويج ما اكيد في الاخر تتويج المرتبه الاولى باش يكون هو مش ياخذ الكاس وثم شهيد بتبيع لكل الجمعيات اللي نتقدم لها بالشكر اللي جات وشاركت معنا باش تنجح الدورة هذه وإن شاء الله من حسن إلى أحسن بإذن الله في الأخير وين تنشطوا المقر نتاعك بالنسبة للنشاط نتاعنا كل مرة في بلاصة الحقيقة ما عندناش مقر خاص أو فساعات نكريو تيران نمشيو ننشطوا فيه كل مرة في بلاصة لكن الحمد لله معناتها في الأخر نحن كأساتذة نتصرفوا لابد باش نلقاو حل باهي مدام بسمة كلمة الختام كريمة الختام نشكرك انت ساعة الاستضافة وحياة اف ام ونشكر كل الفرق معناتها اللي مش تجي ونحن نتشرفوا بحضورهم وان شاء الله تشكبوا القروين في القدام احسن للاحسن وناوين باش نعملوا زادة الموان كانز ان شاء الله قاعدين ننشروا فيها زادة في المدارس نحبوها زادة تولي في المشاركة متاحة في المدارس ان شاء الله واعدين ونشروها في المدارس بركم شوي بارك الله فيكم على الاستضافه هذه مره اخرى بالطبيعه وبالمناسبه نوجه لكم دعوه بالنسبه للغدوه الحي ان شاء الله بالنسبه للدوره اللي باش نقوموا بها ان شاء الله تكونوا بحذانا وسي محمد ان شاء الله يشرفنا زي. شكرا لك محمد هكا وصلنا لنهايه حصتنا من في بي سبور شكر خاص لاحمد المخلوفي في الاخراج التقني محمد ضياف فجري في الاخراج الرقمي كذلك سيف شكر خاص ليه مرنا يعني سهل لنا كل الامور خاصه اللوجستيه والتمرير الصور عبد الله الحطاب كوتي ميكرو كذلك صديقنا محمد الجيناوي المتواجد معنا في الاستوديو ان شاء الله ملتقانا الاسبوع القادم مع ضيف جديد ورياضه جديده الى اللقاء شهيرة طيبة للجميع انترفيو مع اهم الشخصيات الرياضية كل نهار سبت على الحياة الثانية